سنة طبعا لما أتكلم عن نص صريح من السنه اغلب المدونين الحديث في تدويناتهم يصنفون الحديث بناء على تصنيفهم الخاص مثل البخاري والمسلم وغيره انه حديث صحيح او حسن او ضعيف لكن في تصنيف اخر هو الاهم واو. اللي هو الحديث المتواتر والاحاد والخبر وهو المرجع الرئيسي في استنتاج الاحكام واستنباطها من ناحيه شرعيه فلما اتكلم مثلا على الحديث المتواتر اللي هو يعني من جماعه لجماعه 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 مجموعه اشخاص يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الحديث قليله للغايه لكن ثباتها قوي جدا وتفسيرها يخضع للاجتهاد حسب الظرف والمكان وحسب كيف فهم آه هذا الحديث بينما الآحاد اللي هو فرد عن فرد عن فرد عن فرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم او جماعه جماعه عن فرد عن جماعه عن جماعه عن رسول صلى الله عليه وسلم ففي فرد في الحلقه فهذا يسمى حديث آحاد وهذا يصنف اصناف كثيره منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف وهذا الحديث الآحاد غير ملزم بإلزامية الحديث المتواتر الا اذا اقترن بنصوص شرعيه واضحه وبمصلحه دنيويه واضحة خاصة إذا كان حديث أحد صحيح وهذا يشكل أيضا جزء قليل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما الخبر اللي هو عن فرد 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 ما نعرف عن فرد 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن جماعة جماعة فرد فرد ما نعرف عن جماعة فرد الرسول صلى الله عليه وسلم انقطاع. ففي انقطاع هذا الخبر هو شكل النسبة العظمى من الحديث هذا بشكل لا يؤخذ فيه لأنه غير ثابت و آه غير آه يعني ملزم ونرى نرى في سيرة صلى الله عليه وسلم آه عندما كتب الحديث في وقتها أمر بحرقها وعدم كتابتها فما بالك إذا أنت ترجع للحديث الخبر وتلزم فيها الناس من الناحية الشرعية وقد أيضا تطعن في آه آه قدرات الله سبحانه وتعالى في أن القرآن صالح لكل زمان و.